نبدا من سياده المستشار محمود فوزي. اكثر من 125 ساعه عمل بحسب تصريحات الاستاذ ضياء رشوان بنتكلم عن العديد من المحاور الكثير من اللجان. لو نشرح للناس اليه هذا الحوار ستمضي ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بحضرتك أهلاً شكرا رحل. جزيلا على الدعوه خليني ارجع شويه لورا دعوه رئاسيه غير مسبوقه في افطار الاسره المصريه ابريل الماضي لدعوه الاطراف والاحزاب والقوى السياسيه والشبابيه لحوار وطني لترتيب والتوافق على اولويات العمل الوطني في المرحله المقبله هذه هي الدعوه الرئاسيه دعوه نرى انها يعني غير مسبوقه في يعني الدولة المصرية الحديثة أه تم تشكيل مجلس الأمناء بما يراعي التوازن ما بين كل الأطراف السياسية تشكل مجلس الأمناء من 19 عضو له منسق عام وله رئيس أمانة فنية الأمانة الفنية أتشرف برئاستها ومعايا مجموعة من الشباب والعاملين بالأكاديمية الوطنية للتدريب أه الأكاديمية الوطنية للتدريب كأحد مؤسسات الدولة بتحتضن الحوار وتوفر له التسهيلات اللازمه وتمارس هذا الدور بحياد كامل ودون التدخل في اي مناقشات. مجلس الامناء بيتكون من اطياف كثيره عندنا اليمين وعندنا اليسار عندنا المؤيد وعندنا المعارض عندنا الليبرالي وعندنا الديمقراطي الحقيقه كانت احنا عقدنا 18 جلسه لمجلس الامناء قد نكون بدونا في الجلسات الاولى مختلفين ومتحفزين وده ظهر ولكن في الحقيقه ان لما المناقشات مشيت شويه يعني اتضح امكانيه بناء التوافق وامكانيه بناء الثقه ما بين جميع الاطراف وهذه هي فلسفه الحوار على مدار 18 جلسه احنا حاولنا نعمل بناء مؤسسي لهذا الحوار الوطني البناء المؤسسي مهم احنا بدانا يعني من الصفر التجارب السابقه اللي احنا شفناها يعني لحوار وطني ما كانش عندنا حقيقة حضرتك بتتكلم على مصر كتجارب سابقة على مصر, مصر طبعا لا ما فيش تجربة بهذا الشكل يعني آه عشان وال, تبقى مرجع وال يعني. والحاجات اللي حصلت كانت كانت بتبقى دايما دعوة بس وجلسة و جلسة ل... وخلاص يعني وأقرب للمؤتمرات بالظبط وأقرب للمؤتمرات الحقيقة الدعوة الرئاسية أخذت بمحمل الجد وتم يعني البناء المؤسسي اللي ممكن يبقى مصدر وممكن يبقى بنش مارك لاي تجربه ممكن في الدول اللي حوالينا تحتذي بيها قسمنا المحاور لثلاث محاور سياسي واقتصادي ومجتمعي وعملنا لكل محور لجان فرعيه عندنا يعني على راس كل محور قامات وزاريه وخبرات غنيه عن التعريف وتم اختيار المقررين العموم وتم اختيار مساعدين ليهم تم اختيار رؤساء للجانة الفرعيه ومساعدين ليهم بمراعاه التوازن المطلوب ما بين كل الاطراف والقوى السياسيه والشبابيه ساعات عمل ممتده الحقيقه يعني احنا حددنا القضايا وحددنا المدعوين وحددنا الموضوعات الفرعية يعني خليني أقول لك مثلا أن مجلس الأمناء انتهى في الثلاث محاور إلى 83 قضية ده كان التصريحات هو, هو الحقيقة أنا لما دققت الرقم لقيت وصلوا المية إحنا عندنا في المحور السياسي 20 قضية وعندنا في المحور الاقتصادي 44 قضية وعندنا في المحور المجتمعي 49 قضية بإجمالي 113 قضية الرقم ده لا هو رقم مفزع ولا رقم كبير ولا حاجة ولكن هو حوار مفتوح بيتشارك فيه الجميع ما رأي صح ومفيش رأي غلط ولكن في رأي عليه توافق ورأي ما عليهوش توافق احنا في النهاية الحوار الوطني خليني أكد من خلال برنامج حضرتك اللحظة الذي أطلق فيها الحوار الوطني كانت عبقرية وكانت يعني رؤية للمستقبل جد على هذا الحوار كثير من الظروف وتغيرات كثيرة والمتغيرات الكثيره والمتغيرات الكثيره، الحقيقه ان الحوار أكدت الوطني اكدت اهميته بالضبط كده، يعني اكدت اهميته وحتميته وبعد النظر فيه دي نقطه واداله دفعه واكبر دليل على كده لما الناس بتسال هو الحوار الوطني فين؟ عاوزين الحوار الوطني يبدا ده يؤكد ان الدعوه مهمه وعليها زي ما قال زملائي من الاقتصاديين عليها طلب بلغه العرض والطلب ده يعني مجموع الاجراءات اللي احنا اخدناها الفتره اللي فاتت مش عاوز انسى اقول ان احنا عملنا مجموعه من القواعد التي تحكم الحوار لان الناس اللي هتيجي تتحاور من اطياف ومشارب مختلفه جدا وبالتالي يجب ان احنا نتفق على ما هو الارضيه التي ننطلق منها سننطلق من ارضيه الوطن هو حوار وطني من المتوقع ومن الطبيعي ومن المقبول ان يبقى في اختلافات ما فيش عندنا اي مشكله في ذلك ولكن القضيه الوحيده التي لا يمكن ان نختلف عليها هي مصلحه البلد والرؤيه الايجابيه والمتفائله ان شاء الله لمستقبلنا اللي احنا بنبنيه مع بعض وبنتوافق عليه احنا عملنا مجموعه لوائح وعملنا مجموعه ارشادات عملنا اجتماعات كتير الحقيقه القوى السياسيه تفاعلت بشكل كبير جدا مع الحوار الوطني أرسلت مقترحات، أرسلت رؤى مكتوبة وشفهية. طبعاً إحنا أرسلنا لي كل القوى السياسية والمؤسسات الفاعلة في المجتمع العام والخاصة والمجتمع المدني نوما يبعثوا ممثلين ديهم تلقينا بالفعل. م. يعني ترشيحات كتيره يعني نسقنا ما يعني ما بين الترشيحات المختلفه دي الحقيقه انت حضرتك لما تشوف القضايا وتشوف المقترحات التي قدمت وتشوف الاسماء اللي موجوده هتؤكد ان في فعاليه وفي طلب حقيقي على هذا الحوار واللي ان شاء الله سيبدا قريبا ويعني كل حاجه هتبقى قدام المصريين ان شاء الله ان شاء الله